كتير جدا من الحاجات اللي انبسطت فيها قوي كان في شركة اسمها مايكرو ماتريكس عاملة مادة اسمها ايسل. المادة دي بديل لزراعة الشعر. المادة دي الأطباء هنا اشتغلوا بيها وعملنا يعني في الاندروجينيك الوبيشيا في الصلع الوراثي عملنا نتائج رائعة فوق الرائعة. بالعكس ده احنا المرضى بقت تدعي لنا، وهي سيشن بتتعمل كل سنة، ما بتتعملش كل شهرين او ثلاثة، وباتباع الفيتامينز باخد الفيتامينز والادوية اللي بنبقى كاتبينها لهم بياخدوا نتيجة مرة رائعة. وانا بنبسط جدا لان ده حاجة بتأثر على نفسية المريض جدا خاصة النساء. فدي وعندنا صور قبل وبعد شغالينها هنا مرة ممتازة جدا جدا ممتازة، وانا فخورة جدا بيها. ومنهم حالات يعني لسه جاينا من شوية تشكرنا وجايبالنا هدايا على النتائج اللي أخدوها.